اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، كريم سعيد واحمد ثابت. ازيك يا كيمو؟ ازيك يا بستان؟ بارك ايه، كله تمام؟ الحمد لله. مش قوي ماشي. كريم يعني دايما مخلينا قاعدين، يعني عارف اللي هو، بس عنده حق النهارده. صح؟ طبعا عنده حق. النهارده كلنا متضايقين، حتى لو بنضحك بالمناسبه كلنا متضايقين. طبعا، لان اسم مصر كبير. يعني اسم مصر كبير، ولازم كروش يكون عارف كده. انت ما خسرتش في دور المجموعات من سنة 2004، اخر خسارة من 2004 ما خسرناش. امتردلي تيالي. من 2004 ما خسرناش في دور المجموعات، يعني حوالي 14 او 15 ماتش. يعني كام ماتش بالظبط؟ 16 مباراة بالظبط. 16 مباراة لمصر في دور المجموعات من عام 2004 احنا ما خسرناش. فاسم مصر كبير، وبعدين يعني بصراحة الافتكاسات الكتير مش حلوة. يعني افتكاسات في كاس العرب في بطوله وديه او بطوله مثلا مش رسميه، هتعدي الناس، هتقف معاك، هتجرب، هتعمل كل حاجه. لكن هتفتكس في بطوله كاس الامم الافريقيه، واحنا حتى هنا قبل المباراه قلنا ان دي اهم مباراه لكارلوس كيروش صح في مسيرته التدريبيه مع منتخب مصر. ليه؟ لان انت لو صعدت تاني هتقابل الجزائر او هتقابل حتى كوت ديفوار، يعني هيبقى الامر صعب في دور الثمانيه. فكنا يعني كنا نتمنى، خاصة كمان أنا مش عارف بصراحة، طب نيجيريا لو كان فيها اللعيبة اللي غابت، فيكتور أوسيمين ودينيس وإيجالو والمدافع بالاجون، دول لو كانوا موجودين كان عملوا إيه فينا؟ يعني أنا مش عارف بصراحة.